يا عمود ورأس ام عيون السود. ام العيون السود رحلت عن عالمنا، الشحرورة، الصبوحة، شمس الشموسة، ألقاب كثيرة اشتهرت بها الفنانة اللبنانية صباح التي شغلت العالم بفنها وأخبارها وكانت مادة دسمة للصحافة طوال 6 عقود. الفنانة صباح اسمها الأصلي جانيتف غالي من بلدة وادي شحرور في جبل لبنان. شغفها بالفن دفعها إلى تحدي أهلها ومجتمعها، حيث بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح في المدرسة، ومن ثم انتقلت إلى الغناء في مناسبات وطنية واجتماعية، حيث فرضت نفسها على الساحة الفنية اللبنانية. رغم العقبات التي تخللت مسيرة الصبوحة في حياتها الخاصة والفنية، إلا أنها أصرت على تحقيق الشهرة خارج بلدها لبنان، وكان طموحها عاصمة الفن العربي القاهرة. صباح كانت من أوائل المطربات اللواتي أدخلن الأغنية اللبنانية إلى مصر ما لم يفعله آخرون من قبل، كما غنت على مسارح عربية وعالمية. وفي مصر وقفت الشحرورة أمام كبار نجوم السينما المصرية، إذ شاركت في عدد كبير من الأفلام التي تعتبر الشحرورة أحد نجماتها، حيث بلغ رصيدها من الأفلام 83 فيلماً و27 مسرحية لبنانية وأكثر من 3000 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية. تزوجت الفنانة صباح 9 مرات، أشهرها زواجها من الممثل المصري الراحل رشدي أباظة والممثل المصري يوسف شعبان، ولديها ولد وبنت. ودعت صباح الدنيا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 87 عاما، بعدما تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدخلت على أثرها المستشفى. توني مزرعاني، العربية.